قال الله العظيم في كتابه الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما نقر ونعترف ونؤمن بأن لهذا الكون ربا خلقه ودبره وقدره وجعل الإنسان في قمة من خلق وما خلق وخلق كل شيء له، فلا بد أن نعترف أن لله هدفا من خلق الإنسان، وأن عليه أن يعرف طريقة الله في إدارة الكون. حينما نتحدث نحن عن السنن الإلهية نقصد أن الله عز وجل له طريقة خاصة في إدارة الكون. لابد أن تعرف طريقة الله، طريقة الله في إدارة نفسك، طريقة الله فيما صنع في جسمك، في روحك، في نفسك، ومن ثم لا تخالف سنة الله، لأنه لا يمكن لأحد أن يتناقض في عمله مع سنة الله عز وجل. في أمور كثيرة يحاول الناس أن لا يتبعوا الله عز وجل، وقد سمح الله لهم بأن يخالفوه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني أنت إذا صعدت على جبل حر من أن تنزل بطريقة سليمة وأن ترمي نفسك من الجبل، هذه الحرية متاحة لك، لكن حينما تخالف جاذبية الأرض التي خلقها الله عز وجل وترمي بنفسك فلن تكون سالما، تتحول إلى كومة من العظم المهشم واللحم المتناثر. تستطيع أن تخالف سنة الله لكن النتيجة ليست في مصلحتك. سنة الله في كل شيء، في كل أمر، في كل صغيرة، في كل كبيرة، يعني طريقته في إدارة الكون، والتي إن اتبعناها عشنا سعداء. يعني أتظن أن الذين صنعوا الطائرات صنعوها خارج إطار سنن الأرض؟ أبدا، إنما ضمن إطار السنن التي خلقها الله. فاستطاع الإنسان أن يطير كما يطير الطائر بجناحيه. كلما ننجح فيها في أمور الحياة فإننا نتبع في ذلك سنة الله، لكن ما يرجع بنفوسنا، بعلاقاتنا، بأخلاقنا، أيضا لله سنن، وهذه السنن من التزم بها ينجح، يسعد، مع قطع النظر عن معنى السعادة. هل السعادة تعني أن تملك مالا، أن تملك قصرا، أن تملك سيارة، أن تملك ما تريد، أن تكون رئيسا، زعيما، تشبع شهواتك، رغباتك، أو أن السعادة أمر آخر وهو أمر آخر؟ السعادة أمر آخر غير قضية أن تمتلك. نعم، القضايا المادية قد تعطيك شعورا بالسعادة لفترة من الزمن، من كان فقيرا فأصبح غنيا، اشترى ورقة يا نصيب، صار مليونير مرة واحدة، ذاك اليوم الأرض متشيلة مكيف. من كان يبحث عن انتخابات لكي ينجح فيها، لكي يصبح زعيما ممثلا في مكان ما، يرتاح إذا نجح. لكن هذه ليست سعادة، هذه سعادة مزيفة، هذه سعادة مؤقتة، هذه ليست السعادة الحقيقية. على كل حال، لكن الذي يريد السعادة في الدنيا أن يكون سعيدا في دنياه وأن يكون مفلحا منجحا في آخرته، فلا بد أن يتبع سنة الله وطريقته في الحياة. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: علمت أن علم الناس في أربع،
أن تعرف أن لك ربا، وأن تعرف ماذا أراد منك، وأن تعرف ماذا صنع بك، وأن تعرف ما الذي يخرجك من دينك. هذا العلم الحقيقي، أن تعرف أن لك رب، وأنك في عين الله وتحاسب على ما تفعل، أو يعطيك ربنا ثوابا أو عقابا. بالنتيجة أحصاه الله ونسوه، كل صغيرة وكبيرة من جسمك، من روحك، من نفسك، من إرادتك، من نيتك، كل هذه بعين الله، لا تخفى عليه خافية، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أن تعرف أن لك رب، وأن تعرف ماذا صنع بك، يعني أنت جهاز متكامل دقيق لا مثيل لك. يعني صور روبوت، هذا الروبوت يمشي، يتكلم، عنده ردة فعل. أنت أعظم من روبوتات الدنيا كلها، لأن الروبوت إذا ألقم وأعطوه معلومات معينة فهو يشتغل كما أعطيت له المعلومات. أنت عندك ردة فعل مختارة، تبدل، تغير، أنت تنتج مثلك، والروبوت لا يصنع مثله، تصنعه مرة واحدة وخلاص. على كل حال، ماذا صنع بك؟ ما الذي يريد منك؟ هذه المسألة الرئيسية. شوفوا، احنا إذا نتكلم حول ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، باختصار أقول أن الإمام الحسين مثل مرآة انعكست فيها سنن الله في هذه الحياة. تعرف طريقة الله شلون؟ انظر إلى ما جرى للحسين، وما الذي فعل الحسين، وبماذا انتهت قضية الحسين إلى اليوم، وإلى أين ستنتهي. سنة الله تراها في تصرفات الحسين، في حركة الحسين، في نجاح الحسين، في بقاء ثورة الإمام الحسين. وكان سؤالنا في الليلة الماضية، ما هو سر بقاء هذه النهضة المباركة التي حدثت قبل 1385 عام؟ شنو السر بقاء هذه الثورة؟ نحن على أبواب محرم، يعني الليلة الثانية من محرم، كأن الحسين لم يأتي بعد، تتوقع مجيء الحسين، كأنك تسمع دندنة الجمال التي يتحرك بها الحسين إلى كربلاء، كأن الواقع ستحدث ولم يكن قد حدثت. كلما يقول لك الخطباء على المنابر وأنت تعرف ما الذي يتحدثون عنه، ربما تحفظ الأشعار والمصيبة كلها، مع ذلك تتفاعل وتبكي. يعني عادة المصائب تكون مؤثرة على الإنسان إلا إذا جاءت مصيبة أكبر، هاي المصيبة الأكبر تنسى المصيبة الصغيرة التي فاتت. إذا وقعت مصائب في هذه الكرة الأرضية، لنفترض قامت حروب، لكن أنت أسنانك توجعك، ما تهتم بهاي الحرب، إذا تعالج أسنانك، أنت ما نايم، تفكر في نومك. زين، الحوادث الكبرى تغطي على الحوادث الصغرى، ما يرتبط بالإنسان أهم عنده مما يرتبط بغيره. الليل والنهار يبليان كل جديد، لو أن امرأة كانت تملك عدها وحدة وليدها ومات بالصدفة بحادث السيارة، حينما تذهب إليها تبكي بحرقة القلب، لكن تعال عدها بعد سنة ناسية، تجيب قصة مقتل ابنها ويتضحك، لأن الليل والنهار يبليان كل جديد. كل هذه لا تحكم في قضية الحسين سلام الله عليه. يعني من حين قد قتل الحسين وإلى الآن حدثت معارك كثيرة في هذه الأرض. الحرب العالمية الأولى 17 مليون قتلوا، الحرب العالمية الثانية 70 مليون قتلوا، مئات الحروب في كل وقت. من بعد حرب العالمية الثانية إلى الآن أكثر من 100 حرب حدثت، وحروب مدمرة يقتل فيها أناس كثير، أكثر من 100 مليون قتلوا غير الحرب العالمية الأولى والثانية في الحروب المطشرة في هذه الأرض. لكن كل هذا لا ينسي الناس ثورة الحسين ونهضة الحسين وما قام به. لماذا؟
لأن الإنسان بطبعه يحب البطل والبطولة، حتى لو هو مو بطل بس يحب الأبطال. يعني إن قيل لك أن رجلا ما قام بعمل بطولي تشعر بنوع من الاحترام له، تنجذب إليه، بطل. حتى البطل المزيف، أبطال الأفلام اللي الشباب عادة يقلدوهم يهتمون بيهم ويحفظون كل ما يرتبط بهم، أبطال كرة القدم اللي راسه وشعبه كرة القدم يضرب برجله شوت، يضرب إما يقدر الجولد شي يأخذ الكرة وما يقدر، وأحيانا بالغلط يضرب جول على نفسه، هذا بطل. بطل في ماذا؟ بطل البطولة ماذا؟ البطولة أن تحمل رسالة وأن تقف عند كلمتك، تتحدى وتتحمل، هذه بطولة. في التاريخ أكو أبطال إجوا حقيقيين مو مزيفين، تحملوا ما تحملوا وخلدوا في التاريخ، لأن الإنسان في بطبيعته يحب البطل، يحب البطولة. من مثل الحسين ومثل أصحابه عملوا، قاموا ببطولات لا مثيل لها في التاريخ، في التاريخ ما لها مثيل. كل واحد من عندهم، كل واحد من أصحاب الإمام الحسين بطل لا مثيل له في التاريخ، والحسين سيدهم وإمامهم. أضف إلى ذلك أن من سنن الله من يعمل لله يبقى، أي عمل تقوم به إذا لله يبقى. ولنعلم اللي يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أنت نص الليل تقوم بعمل الله يحفظه، عملك الصالح أنت تخفيه وعلي إظهاره. قام الإمام علي في الليالي الظلماء يحمل على ظهره جرابا ويوزع على الفقراء والمساكين، ما حد يعرف، يطلع برا يتخفى من الناس، لكن كل هذا موجود، قصص، حكايات، بطولات. الإمام الحسين ليلة عاشوراء شنو تكلمت زينب مع العباس اللي كان يحرس المخيم، كل هذا محفوظ. ليش؟ لأن عملك الصالح أنت تخفيه وعلي إظهاره. الشيء اللي يرتبط بالله فهذا يبقى. شوفوا بنو أمية حكموا 1000 شهر، 1000 شهر، وحكموا 70 دولة من دولنا الفعلية حكمها بنو أمية. وين آثارهم؟ ولا شيء، لكن تجد أثر إلهم في الشام اسم الجامع الأموي. هذا الجامع بني بعد مقتل الإمام الحسين ب25 عام في عهد عبد الملك بن مروان، بعد 25 سنة، لكن لأنه ارتبط بالله، جامع، لأنه مكان الصلاة. هذا الجامع باقي وباسمهم، لم يكونوا مخلصين في أعمالهم صح، لكن أين دولتهم؟ أين آثارهم؟ لا وجود لذلك. شيء يرتبط بالله يبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. شيء اللي عندكم يهتم بيه، بيتك، قصرك، إنجازاتك، مصانعك، معاملك، واختراعاتك، اكتشافاتك، إذا مو لله هذا كله ينفد، لكن ما عند الله باق. الله هي طريقته، هي سنته، سنته في الحياة أن من يعمل لله فإن الله يحفظه له، بل أكثر من ذلك ينميه، ورب يعني يا ربي ينمي. الحسين قام بكل ما قام به في نصف نهار في يوم عاشوراء. الله شنو أعطى للحسين؟ جبروته. الحسين عنده جبروت، يخاف الأعداء من الحسين والحسين في قبره وهم على عروشهم يخافون من عنده، عنده جبروت. الله اعطاه الجبروت، هذه القوة من الله. الله يحفظ من يقوم بعمل، خاصة إذا كان هذا العمل على مستوى ما قام به الإمام الحسين من بطولات وقتل في سبيل ذلك. قتل، فالإنسان يحب البطل والبطولات
ويبحث عن البطل والبطولات، والله يحفظ للمرء إذا قام بعمل من أجله. وأيضا أنت جبلت نفوس الناس وأنت منهم على حب الأخلاق الفاضلة. من قام بعمل مهم فاضل الأخلاق الحسنة فإنه يحفظ في قلوب الناس، الناس يرتاحون إليه يحبوه. يعني الإمام الحسين قمة في الأخلاق في كل شيء. العدو جاي يريد يقتل الحسين وعنده 1000 فارس جايين ب1000 واحد مدججين بالسلاح مال ذاك اليوم بقيادة الحر بن يزيد الرياح عطشانين. هسه مواجهة. احنا عدنا في بعض الحروب ان احدهم عفى عن عدوه لكن هم ساعده قبل ما تقع المعركة. الحسين ما استخدم العطش سلاحا. انت اليوم ده تشوف شلون الحكومات الظالمة تستخدم الجوع سلاحا والعطش سلاحا وحاجات الناس جميعا سلاحا، حاجتهم الى الامن، حاجتهم الى الطعام، حاجتهم الى المسكن، حاجتهم الى الماء، يستخدموا كل سلاح ما دام عنده قوة فيستخدم كل هذا السلاح. الحسين في آخر منزل قبل أن يصل إلى كربلاء أمر فتيانه بأن يحملوا الماء، املأوا القرب، فملأوا القرب كأنه كان يرى ما الذي سيحدث. وإذا به يرى من بعيد كأنها أسنت، كأنها شسمه، كأنها نخيل. فسأل عن ذلك قالوا مو نخيل، هذه أسنة الرماح. على كل حال اجوا عطشانين، سقاهم ورشفوا الخيل ترجيفا، سقاهم كجنود وسقى مراكبهم، لأنه العطش لا يستخدم سلاحا عند الإمام الحسين. الحسين يلتزم بأخلاق رسول الله وأخلاق أبيه. يوم اللي الإمام علي سلام الله عليه في معركة صفين وصل بعد أن احتل معاوية وجنوده المشرعة، وقال عمرو بن العاص لمعاوية: أتظن أن عليا ينهزم يستسلم للعطش؟ قال: لا، ما يستسلم. قال: زين، وإذا قدر يزيحكم عن المشرعة ويمنعكم من الماء. قال: لي أنت ما تعرف علي، والله لأغلبن بدنياي دين علي. علي ملتزم بالأخلاق، ما يبحث عن النصر، يبحث عن الالتزام بالأخلاق، يبحث عن النصر الحقيقي عند ربه. قال: لي احنا نمنعهم من الماء، إذا استسلموا استسلموا، إذا ما استسلموا يطلون ماء. فالإمام علي قام في قومه، أرسل إلى معاوية: هذا الماء خلقه الله لجميع الخلق، لجميع الأحياء، خلي الناس تشرب الماء. امتنع. فقال الإمام لأصحابه: رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء، ما عندنا حل إلا الالتجاء إلى السيف. قاتلوهم وأزيحوهم، قاتلوهم أزاحوهم، أخذوا المشرعة. أرسل علي إلى أصحاب معاوية من ينادي: ألا ومن أراد الماء فليأتي ويشرب. يا أمير المؤمنين، بدمائنا أخذنا هذا الماء، وهم سبقوا وأن اعتدوا علينا ومنعوا عنا الماء. قال: لا أفعل ما يفعل الجاهلون، أنا ما أسويها. يعني أتظن أن الإمام الحسين في كربلاء لو كان هو الذي ينتصر على أعدائه ويحتل الشريعة والعباس يخلي رأس الشريعة كان يمنع بني أمية أن يشربوا الماء؟ لا، كان يمنع جنود عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد من أن يشربوا الماء؟ لا لا، بدليل أنه أعطاهم الماء وقواهم ومنعهم من الموت عطشا قبل أن تقع المعركة. أنا أعتقد أحد أسباب أن عمر بن سعد لعنة الله عليه قام بما قام به أن يجوع يعطش، لعل الحسين يضعف، لعل الحسين يستسلم. والحر اللي أثر عليه أخلاق الحسين، وإلا الرجل قائد جيش
وأول من وقف أمام الحسين، ولعله إذا كان لم يقتل مع الحسين كان يحصل على جوائز من عبيد الله بن زياد، لكن اللي أثر عليه هو أخلاق الحسين، هذه الأخلاق الرفيعة. على كل حال، الأخلاق الحسنة للحسين وأصحابه من أسباب بقاء هذه الثورة. أنت إذا كانت أخلاقك حسنة الله يعطيك بمقدار ما عندك أخلاق حسنة. لا تفكروا ترى الأخلاق الحسنة ما تنفع، التواضع ما ينفع، العطاء ما ينفع، هذه لا، بالعكس، الله ينفع عباده بمقدار ما عندهم من أخلاق. صلوا على محمد وآل محمد. ثانية بأعلى أصوات. اللهم صل عليكم ورحمة الله. إخواني يقولون تعالوا شوي قدام. رحم الله من ذكر القائمة من آل فمن أسباب بقاء نهضة الإمام الحسين تلك الأخلاق الرفيعة التي ظهرت من الإمام منذ بداية المعركة إلى نهايتها. الحر بن يزيد الرياحي يسقى ماء، ثم حينما يتوب ويأتي إلى الإمام، يعني أي واحد من عندنا إذا كان شاف اللي سبب هذه المحاصرة، تدرون الحر منع الحسين من أن يرجع إلى مكة أو المدينة، ومنع الحسين من أن يذهب إلى الكوفة، ومنع الحسين أن يلتجئ إلى قرية من القرى. حاصر الحسين في صحراء. تعرف في العلم العسكري الدفاع مقدم على الهجوم، والذي عنده ملجأ، بيت، جدار يقدر يلتجئ إليه. منع الحسين من أن يذهب إلى قرية من القرى، حاصره في صحراء. لكن السجاي تائب، هل لي من توبة؟ الإمام شافه قال ارفع رأسك، ليش منزل رأسك، ليش خجل؟ ارفع رأسك، أنت يوم اللي كنت، أنا أقول يوم اللي كنت مع جيش عمر بن سعد كان لازم تنزل رأسك، كنت مع الباطل، اليوم أنت مع الحق، ارفع رأسك. هل لي من توبة؟ ما عاتب. ألم يكن من حق الحسين أن يقول أرأيت يا حر، تظل هناك، أرأيت يا حر ما الذي فعلت بنا، إلى أين وصلتنا؟ لا، الحسين كريم، الحسين ما يريد يخجل واحد حتى لو كان عدو، حتى لو فعل ما فعل. هل لي من توبة؟ إن تبت تاب الله عليك. قال له انزل. قال له آخر أمري إلى النزول، أنا لك راكبا خير مني لك راجلا. يوم اللي قتل الحسين إجى على رأسه. تعرف معنى أن الحسين يأتي على رأس أحد الذين سقطوا، يعني يغامر بحياته، خلي يسقط وسط الميدان يسقط. يأتي الحسين إليه والعدو محيط بالأرض على الأقل 30,000، يعني كل شخص من أصحاب الإمام الحسين 500 قدامه. يوم اللي ما يستخدم رصاص، يعني واحد بواحد 500 قدامه. يأتي الحسين على رأسي، قال ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وحر في الآخرة. وقال علي الأكبر شعرا في حقه. هذه الأخلاق الفاضلة، هذه الأخلاق متاحة لنا دائما. أنا دائما أقول للأخوة، أقول فصول معركة ونهضة الإمام الحسين سلام الله عليه 4-3 انتهت، يعني في بداية رفضه لبيعة يزيد في المدينة، ثم في مكة، ثم في كربلاء، ثم الأسرى. لكن أكو فصل رابع لا يزال هذا الفصل موجود ممتد. أنت باستطاعتك أن تكون من أصحاب الإمام الحسين وتلتحق بقافلته. شنو هذا الفصل؟
فصل أن تتقدم إلى الحسين وتتقرب إليه بتقربك بالله. يعني كل شاب يصلي ده يتقرب إلى الحسين، ده يتقرب إلى الله. كل فتاة تلبس حجاب ده تتقرب إلى الحسين، تتقرب إلى الله. كل عمل صالح تؤديه فإنك تتقرب إلى الحسين. الحسين كان عنده هدف من وراء نهضته، رأى الفساد قد انتشر والناس ساكتون. فكل عمل تقدم عليه وأنت تطيع ربك فإنك تسجل اسمك في قافلة الحسين. هاي قضية يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما، مو مجرد تمنيات لشيء لن يحدث، لأن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء. تقدر ترجع إلى كربلاء؟ لا، لكن تقدر تقف مع الحسين، تدافع عن الحسين، مبادئ الحسين، مبادئ رسول الله، تدافع عن هذا الدين. لذلك عندنا في الروايات الذي يأتي لزيارة الحسين ويقتل في طريق زيارة الحسين يبدل الله طينته إلى طينة الأنبياء. هذه الروايات اللي تتحدث عن زيارة الحسين وثواب زيارة الحسين، كل خطوة بعشر حجة أو مائة حجة، هذه كلها صحيح. الله أعطاه هذا المقام الرفيع لأنه أعطى كل شيء لله خلال نصف نهار. بس شنو نصف نهار؟ مو شيء بسيط. عبد الله الرضيع يقتل في حضنه، وتعرف الإنسان إذا جاي وعنده مقاتلين يتوقع أنه يقتل هؤلاء المقاتلون. طفل رضيع، أولا أنا أعتقد أن الإمام الحسين لم يطلب في كربلاء شيئا من أعدائه إلا هذا المورد فقط في قضية الطفل الرضيع، لأن زينب جاءت إليه بطفله قالت إن اللبن قد جف في صدر أمه. الإمام الحسين أخذ، هسه بعضهم يقولون أن الإمام الحسين قال هذا الكلام، أنا ما أتذكر أنه منوا على ابن بنت رسول الله أو منوا عليه خذوه واسقوه. هو عبد الله الرضيع كاد أن يموت من العطش، كانت رقبته تتلوى أواخر لحظات حياته، لو ما كانوا يسقونه السهم لمات من العطش. والجماعة كانوا في ثلاث خيارات، خيار أن يسقوه، وش قد يريد مي؟ ملعقة صغيرة من المي كانت تكفي، والمي عندهم تجري الماء ويجري كبطون الحياة. الأمر الثاني يتركوا ما نطيمك إلى أن يموت من العطش. الأمر الثالث اللي أقدموا عليه أنهم وضعوا السهم في كبد القوس، السهم اشتغل شغل الخنجر، لأن هاي السهام ما كان مسويها خاصة للأطفال، كان مسويها حتى يقتلون العباس، حتى يقتلون علي الأكبر، سهم قاتل، فاشتغل شغل الخنجر، ذبحه من الوريد إلى الوريد، رأسه طح. هسه لو أنا وأنت ممكن نبكي، ممكن نعاتب، ممكن نطلب من الله، قال اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، أخذ. شو هالإيمان؟ شو هالروح العظيمة؟ والله يقدر عمل الصالحين من عباده. لا تفكر تقوم بعمل صالح بينك وبين الله في ظلام الليل في الغيب، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. لا تفكر هذا يضيع. طبعا لا تعمل حتى الناس يشوفوك ويعرفون عنك ويسمعون من عندك، لا، لكن العمل ما يضيع عند رب العالمين. اليوم نتحدث عن الحسين وهو الذي يقربنا إلى الله، كأن الكرة الأرضية اليوم تدور حسينية، كل الكرة الأرضية، ملايين من المجالس، ملايين من الحسينيات، النفوس ثائرة، نفوس شيعة أهل البيت ثائرة في هذا الشهر. وعلى كل حال أحد أسباب بقاء نهضة الإمام الحسين
أنه التزم بالدين وقام بما قام به في سبيل الله عز وجل، والتزم بالأخلاق الفاضلة. وأيضا من أسباب بقاء ثورة الحسين ما عمله الأعداء بأهل البيت، يعني مجموعة من المجرمين، مجرم درجة أولى، مو مجرم عادي، لا مجرم. هسه مجرم يقوم بعمل يقتل إنسان، يهدد إنسان، هددوه ولم يكتفوا بذلك، وهججوه من مدينة جدة ولم يكتفوا بذلك، حاصروه مع عياله وأطفاله ولم يكتفوا بذلك، قتلوا أصحابه لم يكتفوا بذلك، قتلوا أولاده لم يكتفوا بذلك، قتلوه لم يكتفوا بذلك، قطعوا رؤوسهم وخلوها على الرماح وقاموا يطبلون تحت هذه الرؤوس أمام نسائه. يعني حقيقة بنو أمية كانوا عبارة عن جرائم مصبوبة، جرائم لا تحدث في التاريخ كثيرا. وأكو طبعا من قتل في سبيل الله والله أيضا قدر له ذلك، لكن بهالطريقة من الجرائم. أتذكر قبل أيام كورونا فرد طفل في تركيا، هذا طالع ويا عائلته يروحون لجوء، يعني يدورون رفاهية من سوريا. هذا الطفل سفينة مالته من غرقت، الأموات جابت بجثة الطفل إلى الساحل، العالم كله ضج لأن طفلا غرق في الماء وجاء بجثته إلى الساحل. زين مو قضية طفل قتل، شنو سووا بالذين قتلوهم لم يكتفوا بذلك؟ شوفوا إخواني، اليوم المسيحيين أكثر من المسلمين عددا، 2 مليار من المسلمين، عفوا من المسيحيين، ومليار ونصف من المسلمين. بماذا استطاع المسيحيون أن يجعلوا الناس يؤمنون بالسيد المسيح؟ بأمرين. الأمر الأول أن المسيح مخلص، ونحن نعتقد أن الحسين مخلص، وأن قطرة من الدمع على مصابه تطفئ بحار من النيران. الحسين مخلصنا، الحسين هويتنا، الحسين منهجنا، الحسين رسالتنا. واحد من الأخوة من السودان، هذا من الذين هداهم الله عز وجل، جاني قبل أيام كورونا في أيام 40، قلت له شنو شفت؟ قال أنا صار لي 22 سنة انتقلت إلى مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وقرأت كل الكتب الواردة في الخلاف ما بين المسلمين، كل هذه الكتب في جهة وزيارة الحسين في جهة، ما يحتاج أنه تطبعون كتب وتوزعون، بس جيبوهم للزيارة. ليش؟ لأن أخلاق الحسين تنعكس على زواره، أخلاق الحسين تنعكس على العراقيين، يتنافسون على العطاء، يتنافسون على العمل الصالح، يتنافسون على التعاون، يتنافسون في كل شيء. هذه الأخلاق الفاضلة من جهة، ومن جهة ثانية يدعون الناس إلى المسيحية لآلام السيد المسيح. على فكرة ما قتلوا السيد المسيح حتى بناء على رأيهم، إنما صلبوه وتركوه ينزف دما حتى مات، ما قتل، صلب. فرق بين واحد يقطعون راسه وبين فرد واحد يصلبوه ويبقى على الخشبة إلى أن ينتهي عمره، ينزف. لكن المسيحية استفادت من آلام السيد المسيح وأنه مخلص، لكن وين آلام الحسين وين آلام السيد المسيح؟ هل يمكن المقارنة بين آلام السيد المسيح والإمام الحسين؟ يعني هل قتلوا أولاده أمام عينه؟ هل قتلوا أصحابه؟ هل جوعوه وجوعوا أصحابه ونسائه؟ هل عطشوه؟ لا شيء يشبه كربلاء، لا من رجال كالحسين ولا نساء مثل زينب في النساء، من مثله؟
إبراهيم الذي لم يحرقوه، موسى الذي لم يقتلوه، عيسى الذي لم يصلبوه، نوح الذي قد طاف فوق الماء لكن لم تصبه رطوبة، من مثله سبح في الدماء؟ لا شيء يشبه كربلاء. ارفع آلام الحسين لأهل العالم وادعوا الناس إلى الإيمان به، ادعوهم لمعرفة الحسين. فالحسين هو اليوم راية، ورفع راية الأنبياء، وهو وارثهم، وارثهم في آلامهم، وارثهم في مبادئهم وقيمهم ومثلهم ودينهم. وأيضا الحسين اليوم هو راية، تحول إلى راية. بالطبع مثل هذه النهضة المباركة تبقى ما دام هنالك الإنسان إنسانا، ما دام الناس عندهم وجدان، ضمير، حب البطولة، حب الخير، التألم للأفراد الذين يقتلون، للطفل الذي يقتل. اليوم أنت يوم اللي تسمع الأخبار وتشوف أطفال قتلوا تتألم، شئت أم أبيت، ما دمت بشر. طبعا القتل مو من البشر، هؤلاء انسلخوا من إنسانيتهم، لكن تتألم لألم الأطفال. والإمام الحسين قتل من أطفاله 3 في حضنه، و50 طفلا وطفلة سحقوا تحت حوافر الخيل بعد مقتل الحسين حينما هاجموا على مخيم أبي عبد الله سلام الله عليه. البطولة هذه أن تقول كلمتك وتقف عندها. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، هاي لا رفعها الحسين وقف عندها، تحدى وتحمل كل ما جرى عليه. لا هسه واحد يقول ليش الحسين ما بايع يزيد؟ شوف الحسين هو الإيمان كله يمشي على قدمين. الحسين إيمان مطلق، يزيد باطل مطلق. يعني هل الحسين يعطي الشرعية للباطل؟ إن كان يبايع فمعناه أعطى الشرعية، شرعية للظلم، شرعية للباطل، شرعية للطغيان، شرعية للاغتصاب. يعني الحاكمين منو كانوا؟ سرقة، سرقوا من أمير المؤمنين سلام الله عليه الحكم، معاوية ويزيد، زين. بعدين كانوا قتلة، وكما قال الإمام إن أهل بيت منا فتح الله ومنا يختم، ويزيد شارب الخمور، راكب الفجور، قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. أنت هم نفس الشيء، إذا تقلد الإمام الحسين يجب أن لا تبايع الباطل، أن لا تعطي شرعية للباطل. ذاك اليوم لو أن الإمام الحسين كان قد يبايع يزيد بن معاوية لكان حكم يزيد وأمثال يزيد هو الحكم الماشي إلى الآن، وشرعية. يعني الدين الله وين صار؟ شوف المسيحية شو اللي يسوون في أيام كريسمس ورأس السنة الميلادية. المسيح الذي لم يتزوج وأمه التي لم تتزوج باسم السيد المسيح وباسم أمه العذراء مريم، كم من فسق وفجور يرتكب في تلك البلاد باسم المسيح. يعني أجلك الله المرأة الفاسقة الفاجرة تخلي صليب في صدرها وهي فاسقة وفاجرة. يعني هل صليب المسيح اجتمع ويا الفسق والفجور؟ كنت في طريقي إلى ستوكهولم في أيام رأس السنة بداية شهر محرم، وفي مطار شارل دي غول شفت صور كبيرة ضخمة، يعني ضخمة ممكن 10 أمتار 20 متر، فتيات شبه عاريات، ميري كريسمس، مبروك عليك، عيسى ما تزوج ولا لمس امرأة، مريم ما لمست رجلا، مبروك. هذا الدين اللي كانوا يردوه، فراغ من محتواه، من لبابة وإعطاء القشورة للناس. والحسين يبايع، يبايع، ما معقول.
الحسين أمين الله في أرضه، حامل أمانة، حجة الله على عباده. ما كان وارد عنده، ما يخطر في باله. وعلى كل حال يريدون اليوم أيضا تشوف كثير من الحكام جربوا حظهم مع الحسين أين مكانهم اليوم، وآخرهم كان طاغية بغداد. الحسين في قبضة الله، دمه يهدى إلى الله عز وجل، هذا الدم الله يحافظ عليه، هذا الدم ينتهي. ولذلك تبقى نهضته يريدون ليطفئوا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، مثل واحد يوقف بالشارع وذا يهفي يقول له شنو، يقول له طفي الشمس. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.